قالوا كون شفتي انت السكن تريح المريحات. هي انا وياك طاح الحك وصبغطاه. خلينا من هذه الهضره دابا وقول لي واش دبرتي لنا على شي بيزا ورا خاصنا باش ندوزو النهار. خدام اخويا دوك الصبيعات ديالك وشمر لي على شي دريه وحيد ليها الصك ورا غنلقاو فيه شي بركه. يا ورخف شويه على ما تبان شي حنيزقه ونخدموها. وحليمه اشفت هذاك الدري عندك ما بغى يقرا ما بغى يخدم واشنو زعما؟ امال هاد الشباب قاع ضارباه جيحه. اشفتهم انا ولاو مقابلين غا التليفونات والدريات ونساو اشنو تابعهم. ايوا هاد الظاهره يا لطيف اكل شي غلي هضرتي معاه دروك اما بقى يشوف فيك عينيه غا في التليفون اما تسمع انو غا وورا ما عارفك اشنو قلتي. لا 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 هاد عيرود خاصني نشوف اش غندير معاه. الا بقى على هاد الحال رجلي غيخرجوا الشواري. يا وايا سي مصطفى حنا اش سايرين نقولوا دروك وراهم التليفونات ودروا العقول. ايوا بلاتي يجيني وغنعرف اش غندير معاه. ايوا غاب الهداوة معاه سي مصطفى انا الدري يطرج ويمشي يهز راسو. التيمان وراه عنده 26 عام على هو باقي صغير ولا يمشي فين بغى يمشي. هو اللي بغى هاد الحال اللي علينا حنا درناه قريناه ما بغى. جينا ندبروا عليه فشي فين يتلاح فشي خدمه ما بغى على مالو. هاد الدريات ها اولاو هما الرجاله راه الحاج بعيو مالها امشى الخدمات في العسكر كاع ياك العسكر كان مديور على الرجاله. اولاو تيدخلوا لي حتى العيالات على ما قالوا لي يا بنت بعيو خدامه في هذوك اللي كيتلاحوا من الطياره الباراشيط او على ما سمعت وقالوا لي تتلاح من الطياره بخمسه كيلومتر من السماء وياك غدريه مالها ما خافت. ايوا واشنو بالك دابا حليمه هادي ماشي راجل ولا الدريه هو مركبي ابغاها غا سهله. اويلي يا سي مصطفى على باقا شي حاجه سهله في هاد الوقت. انتي واش تقوليها لي انا اقوليها لولدك اللي ميت هو حي او قالوا لي عاوتاني على صغيدة بنت بعيو بالله شي مره كانوا غيتلاحوا من الطياره بالباراشيط او كانوا معاه شي زقيزقات من ولاد اليوم. ها قال لك حتى واحد ما قدر يتلاح غا طلعوا على الارض وبانت ليهم بعيده قال لك وشداتهم تيقيقت كلشي ولا كيتسخر باللور ويضحك عليهم صغيده وقالت لهم ها ودي اللي معول عليهم الدوله يا ود واش نتوما هما اللي غتحروا البلاد مالكم رجعتوا باللور يا فينا هي الرجوله ولا عجوله. أطولت فيهم الشوفة وقالت لهم أتبعوني أنا النوسات وشوفوا لالكم ولاة الفلحة أش غادير لكم وأش غترسم لكم في السماء. قالك تلحت من الطيارة هي الأولى عاد زقيزقات داروا الناس. إيوا قالك مرضاوش ولاو ما كاين غمض عينيك وزاود راسك. ياك بصح بصح إيوا هادي راها عسكريانيت. قاع دارت فيهم النفس وردتهم رجالة بالهريك زي ليهم. ايه تيقولوا تيبتيزا وراه هما اللي تيطيزا. ما عرفت مال هاد ولاد اليوم ولاو شادينها شمال. اما تيخدموش عقولهم او ضروها منين جاهم هادشي من التقاليد الغربيه اما بقاوش عاجبهم دينهم. وما تيخدموش عقولهم ياه او ضروها منين جاهم هادشي من التقاليد الغربيه اما بقاش عاجبهم دينهم. قال لك تيجيهم ثقيل ما فيهم ما يضلوا يتوضاو ويصليو قالك وقتهم غيمشي لهم غا في العباده. من نهار دخلت هاد التكنولوجيا الغبصه ولاو تيشوفوا العجم كيفاش تيعيشوا ايوا وما رضاوش باللي ملزوم عليهم ابغاو يديروا بحالهم شويه شريبه شويه مخدر شويه زهوق. ايوا ملي قنعوا من هادشي كاع يديروا تاني شويه القمر شويه الفساد وغادين على هاد الحال تنساو رسوم ولاو منهم. او المصيبه ديال هاد الفساد وهاد الشيء الاخر تيطلب يكونوا عندك الفلوس من اللي ما غايلقاش منين غايجيبهم غايولي يقريسي في عباد الله بلا شرع. ايوا ماشي الحماق هذا. ايوا الله يهديهم ويرد بهم ما هاد الشيء ما بقى تيعجب. اش دار لك اخاي الصمادي الدريه غدورت راسها مسكينه ولقى السويق مشى ليها.
بعدا لقينا فيه 400 درهم. بخير يا برمنا شي جوان وكبلنا شي كاس، بغينا نغمو يا رالي الراحة صاحبي، وخاصنا نمشيو وترغدا تاني وندبرو على شي هميزة. أقول لي أنت داك المفعوص أفين غاسد الضال درع؟ إيوا تاني هالحال ما بغيتيش تدبر على راسك ولا؟ إيوا أنا راه ما غندومش ليك لا أنا ولا أمك، ياك ما راك ماشي غا وليتي غراج راك وليتي تور وتينطح. تا فينا هي الخدمة؟ الخدمة غاجي وخدم ياك. وقول لي راك من الصباح وانت ساير تتقلب ما لقيتيش، مسكين لعنة الله عليك. نوض نوض قرب عندي هنا نشمك نشوف. لطيف لطيف لطيف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحق لعينيك جمرات. أصافي الهضرة معاك هاشي دابا أنت، وسير الله يهنيك تار الصباح وغنفاري أنا وياك. تمالك الوالد راه جوج بويردات صافي، جوج بويردات، جوج بويردات ساهلين، ورا كرهم تيديروا بالقليله واحد 30 درهم على 30 درهم سهله. ومنين جات باباك وياك انت غات الدور تبرم؟ راه واحد الصحيب هو اللي خلصهم عليا. اياك ايوا غدا ملي خصوك عاود التامنين غتجيهم غتولي تمخر عباد الله. ادي ليها ديالها. ايوا شنو فيها كاع؟ واش انت شويه لاباس ولا ايوا تبغي انت لي ديرك ديالك واخا ما عند باباك ما يديو؟ ايوا لا قد عليا شي ولد المريض قرب لعندي. واش انت مصيبه ولا كارثه ولا اش مصيبتك؟ مصيبه انت واش عرفتي اش غدير ولا؟ اما كاين حتى الصباح ادروك غنفضي انا وياك هاد الجره، غتهز عليا قلعك من هاد الدار، اما باقيش نشوف قدرك فيها هنا. غتمشي فين تظل المكيل بحال تقرصك ليام وما تحس بيها وتردك راجل. يلا غبر يشقفك. تماكش كتعطيني كاع انا غادي خليتها ليك، زعما راك كنتي معيشنا في الكرم والو. من النهار حليت عينيا في الدنيا وانا تنشوفها معوصه معاك، محرتك معاك، ناشفه معاك، وانا رانا باقي باغي نعيش. قالوا لي باك مدير ديال شركه، وانا راه غطالب معشو ودرت دويره ودرت مراه ودرت فريش على قد الحال غا باش نتستر من كلام عباد الله. انا نهار حليت عينيا في الدنيا مع والديا لقيت با وزير، وتا هو كان عام مسكين وعايش غا درويش، وكنا راضيين بلي مسك بيه الله علينا وحامدين. وانت درك وانت الا كنتي ما راضيش في هاد الوضع ايوا ترجل وشمر على دراعك ودير باصتك مع الناس. وتا فاش غادي نخدم؟ اما كاين فين تخدم؟ الوزينات عامرين غا عيالات، الكلينيكات عامرين غا عيالات، وفي اي مجال ولاو غا العيالات، وحنا يا تساسة محمد امن حقهم يستاهلوا؟ راه حقاش ولاو كيسرحوا عينيهم مابقاو كيبانو ليهم رجال، ولاو كيشوفوا غا الجريوات كيسرحوا عينيهم مابقاو تيبانو ليهم غا الميكا. ادخل اكوشاش ميكا ريال ميكا جوج. ودابا واش غتخليني نمشي نعس ولا شنو؟ وراني دايخ وباغي غير نرتاح. اياك ما قالوا ليك راني عندي الوطيل ديال با معود؟ اترجع منين جيتي ولا باقيش تعودها معايا؟ يلا جمع عليا طراطك. عليكم نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الوالد. ان على الشيطان، الشيطان يا ولد الحرام هو الراجل اللي ردك بعيو. على كون ما الشيطان كنتي انت غتكون في هاد الحال ولا؟ وراه هو الراجل. غاتمشي لعند دوك افين كنتي مجمع معاه، تما غادي تشوف تا وياه يزيدك نصائح اخرى لعل وعسى. ما انا نصائحي ما بقيتيش بغيتي دير بها. يلا برا. قلتي لي هما جوج اللي تعرضوا ليك وداو ليك الصاك، واشنو كان عندك في هذاك الصاك؟ والو الشاف، غير البطاقات ديالي والتليفون و 400 درهم. أتنتم ماشي حالة هادي باش وليتو كتخرجو تعمرو بها الشوارع؟ واش هداك اللبس اللي دايرة راه حشومة كاع؟ إيوا الشاف راني جيت نقدم ليك شكوى على حوايجي اللي مشاو ليا، ماشي باش دير ليا الاستعراض. عندك الحق، وهي الفتنة في حقيقة ولات مباحة ليكم. واخا وصفي ليا شي واحد فيهم، شعرو وجهو الفورما ديالو طويل قصير؟ هو في الحقيقة مقدر وصحيح،
ودير ديك كوب فريقش لشعرو ولابس داكشي ديال لي بيغات. حتى هذاك الاخر اللي معاه حتى هو لابس بحالو. واش من شارع فين تعرضوا ليك؟ في شارع الحب. واو. ايوا حنا عليه تنهضروا. واش داك انتي لشارع الحب؟ ياك تيقولوا فيه غا هما. اشكون هما سيدي؟ انا راني اول مره تندوز منه. ازعما ما فراسكش ولا الحساسه والشروطيات؟ لا لا سيدي، بصراحه انا طلقيت مع واحد الولد وبوالي دار معايا نتلاقاو تماك. ايوا هادو اللي تعرضوا ليك، وطبقا للاوصاف اللي عطينا تدل على واحد الجوج عينا معاهم وما بغاوش يحشموا. تنظن عرفتهم، وحنا غادي نمشيو شارع الحب وغنترصدوهم تماك. صمدي، اش باقي كدير هنا؟ اياك مشيتي لداركم. اودي اش من دار؟ اخرج عليا الوالي جرى عليا. اواش حتى انت ولا وحتى اخوك وداك الشي اللي وقع؟ ايوا شنو المعمول؟ المهم هو غنتوسدو الشارع اللي بان لينا نكريسيو اخوا باش غنعيشو. واش باقي بعدا عندك شي جوان شي كارو؟ اوالو خوك غصبر شويه ياك وما تبان لينا شي همزه. اما كذبتيش نيتا خاي عبروق، ها واحد جوج هما جايين من وراك. اجمع عليا كرك ووجه ليا راسك معايا. يلا الشاف رزق اجمع معايا راسك، راهما هادو اللي جايين. اجيو نتوما افين غاديين؟ اطلع داكشي اللي معاك. اما كتعرفوش بلا هاد الشارع راه خاص حتى باش خاص بالمجرمين بحالكم ولا؟ البوليس هذا اجمع كرك هو انت، واقل حركه نصفيك. يلا غتزيدو معانا ولا تنخليو ضربوكم عاد غتمشيو معانا ولا؟ لا لا الشافه بغينا نضحكو معاكم. ضحكوا معانا اتنبانو لكم كراكيز، غتزيدو معانا وبلا هضره. اشوفي انتي واش هما هادو؟ ايه سيدي هما هادو، الله يعز القانون. ايه الله يعز القانون، ولاني الحاله اللي دايره في راسك انتي وتلفات القانون والمال وحتى البانون. خالي مصطفى وولدك داو البوليس، وهو ذاك صاحبو الصمادي. البوليس؟ الحمد لله. سير ولدي الله يرضي عليك، هادي خبار سارة جبتي ليا. السي مصطفى اياك لاباس، شكون هاد الوليد اللي جا عندك؟ هذا فاكتور الليل، عجب ليا خبار ولدك المجرم، هداو البوليس. اويلي البوليس، عطي مالك تولولي، خليه يمشي فين يتربى، غيترجل في الحبس ولا يتعجل. ايوا هذا هو سر كاع اللي تسول ليه نفسو، بان الدنيا ديالو بغاها تفتح ليه درعانها بجوج ويدير فيها ما بغا. ايوا يترجل الا بغا، ولا راها غتجمعو مرابعه.